القرموطي اظن هذا يوتيوبر اظن 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 عمر القرموطي يا اوكي اوكي عرفته 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 اوكي تراك نزل من الاسبوع الماضي وبوم 42000 شفت ال او مشاكل بيتس شفت له فيديو مع اواب والدرمزاد كان يضحك اوكي على انستغرام معكم شفته اغنية الحكواتي هذا اسم التراك الحكواتي اوه اواب ذا رابر وهايبر اه مو بتراك عمر اوكي اوكي تراك في قناة عمر الموطي وتراك تراك اواب ذا رابر وهايبر اللي ما يعرف هايبر لو تذكروا شفنا الراب شارع كان ثالث واحد تقريبا يب 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 أغنية الحكواتي أغنية انترو لبرنامج الحكواتي هو برنامج يحكي قصص شخصيات سودانية مؤثرة وأثرت على تاريخ السودان القديم والحديث وشخصيات تاريخية سودانية الأغنية تسرد أسماء شخصيات تاريخية في السودان وتعمل على التذكير بذكريات بذكريات كثيرة في السودان والذكريات أو ذكريات الطفولة أكثر الطفولة أكثر التفاصيل القديمة تم أخذ الكورس من برنامج الأطفال الحكواتي للتذكير بالبرنامج وأثره في الجيل كامل مع كامل الشكر والتقدير لفريق عمل برنامج حكواتي الأطفال لأنه وضع أثر وذكريات جميلة لدى جيل كامل أوكي 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 بس إيش أبغى أسوي لكي تعيش التراك يقال إنه لازم إيش لازم تعرف السامبل جاي من وين لما انهم مسامبلين الانترو حق البرنامج خلنا نسمع البرنامج انا سويت الحكواتي موسيقى تنقس 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 انا الحكواتي انا انا عندي حكاياتي انا 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 الحكواتي انا انا عندي حكاياتي انا وما بحب الغش وبحكي بقول تنقش 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 وصلت وصلت اوكي اوكي سو مسامبلين الاغنيه هذه تراك نزل امس او الاسبوع الماضي وزي ما قلنا 42000 1000 وقريب 1500 لايكات 3-2-1 مشاكل على البرودكشن مشاكل بيتس ليتس جو مشاكل اوكي ايش اسمع التراك تنقش 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 بس that's why it's important حكاية وحكاية ألف ليلة وليلة بين اليقظة والأحلام في كل عام نوم بس ليلة حصة جديدة المبدأ يعاد ترسيخ والطفل حيكبر كيف لو ما عرف تاريخ وحفيد الفونجة العظيمة مولود في جبال التاكا تحكي لي وحكي لك يا زمن تعال نتحاكى تحكي لي عن شنكرخيتو أحكي لك تاسيتي تحكي عن ثورة اكتوبر وأنا أحكي لك شاخيتي تحكي عن لبس البقارة أحكي لك سيديري تحكي عن ثورة ديسمبر وأنا بحكي لك نميري اظن اللي ما تفرج البرنامج ما راح يفهم الكثير والاسامي يو باين عليها مهمه زي مثلا شنكر خيتو اول ملكه تصل الى عرش مروي حكمت 20 سنه قبل الميلاد على فكره التاريخ حق السودان يعني اكثر تاريخ اظن في الشرق الاوسط يعني سليبينج اون صح او سليبتون نايمين عليه يعني الف حكايه وحكايه ألف ليلة وليلة بين اليقظة والأحلام في كل عام نوم بس ليلة حصة جديدة المبدأ يعاد ترسيخ والطفل حيكبر كيف لو ما عرف تاريخ وحفيد الفونجة العظيمة مولود في جبال التاكا تحكي لي وحكي لك يا زمن تعال نتحاكى تحكي لي عن شنكرخيتو أحكي لك تاسيتي تحكي عن ثورة اكتوبر وأنا أحكي لك شاخيتي تحكي عن لبس البقارة أحكي لك سيديري تحكي عن ثورة ديسمبر وأنا بحكي لك نميري
أمير الشرق سطر التاريخ باسمه لما نديقنا أقنع جندي يكفي للمدفع بجسمه شايفك سكت قالوا العاصمة مبتنوم جسمي في هرم في الدين. هذه أعرف القصة هذه لما ديقنا أقنع الجندي يكفي المدفع بجسمه. أذكر كان في تقريبا جندي إنجليزي حاجة كذا كان في قصص إنه ناس عشان توقف المدافع كانت تحشر راسه في الفوهة حق المدفع فهمت عليه يا أو بأجساد يعني فهمت عليه يقفل عليه وكان ماجن إكسبلوجن صح فكان يسوي الحركة هذه عشان يوقفوا الجنود حاجة كذا يا الدولة العثمانية يا الإنجليز واحدة منهم واحدة من الاثنين المدفع بجسمه شايفك سكت قالوا العاصمة مبتنوم جسمي في هرم في الجيزة لكن قلبي في الخرطوم لسه في الكلام بتمتم في الخطوات بتاعتي عشان تكون طفل سوداني لازم تسمع الحكواتي شافع بكاي احلى الزمان يوم المغربيه والشاي الشاي بلبن مع بسكويت يانسون الزمن قصاي اكون او لا اكون دنيا لفت بي شفت فيها الويل راكب جنب الشباك وما معروف الوجه وين قاتلني الشوك شديد الماضي والحنين في ارض الله حر طيف وفي الخرطوم سجين الحله والله اصحاب وبيت حبوبه حبوبه طيبه ريحه الصندليه في التوب ده في الأغلبية هنا مو بسوداني لازم نوقف على البارتات هذه نو نقول لك الحلة معناتها الحارة حبوبة اللي هي الجدة تدري ايش اللي عجبني في السين السوداني غير انهم مواكبين الحاصل في البلد يعني او يعكسوا الحاصل في البلد مو بعشان الحالة زفت مثلا الكواليتي تكون تعبانة يو والناس تعذرهم يقولوا خال عادي سجل بميكروفون حق يو بالتوك ولا سماعة فهمت علي نو الكواليتي لسه يهتموا فيها فهمت علي للأسف غير السينز الثانيين يعني يو انا اليوم ما جاني واحد قال لي اسمع شيك على تراكي واول والهندسة من جوالي من السودان ما حصل فهمت علي دائما اشوف اللي بينزلوا على اليوتيوب او الاغلبيه منهم الكواليتي يعني مركزين عليها الف راكب جنب الشباك وما معروف الوجه وين قاتلني الشوك شديد الماضي والحنين في ارض الله حر طيف وفي الخرطوم سجين الحله والله اصحاب وبيت حبوبه حبوبة طيبة ريحة الصندلية في التوبة اسمع منها حكاوي العب شلل والهوبة ايامي عدد والباقي لي محسوبة قطع حاجاتي دخل المراتب نوتي في الصباح بمبر كاشف المراكب نقول لسه بلدي في الخريف شجر مندي هناك الما عنده بدي هناك الما عنده يا لما تأهل واصحاب شافع ملان تراب وانا سجنب الباب في الدكان فاتح حساب الراس كتير لكن اللسان تقيل نحنا في نص الطوفان السفينة بدت تميل يا صح واقع غلبنا قمنا للتاريخ كتبنا تاريخ الديم المحل بيتمحور في كاس عجبنا ابن الحضارة العظيمة الأهرام قالت ولدنا مليون وواحد قبيلة ما بتقدر تحسب نسبنا شاوتات لمين؟ لهذا شاوتات لعمر الأرموطي لترتيبه هذا البروجكت العظيم شاوتات ليك شاوتات ليك Let's go وقفلنا 1500 كانت 1499 صارت 1500 Let's go Let's go Let's go هذه كلها تسخينة ليش؟ ها أواف ذا رابر آه.
التراك المنتظر. التراك المنتظر. التراك المنتظر. شليل؟ شليل. إيش هذا؟ لعبة صح؟ حاجة كذا. فيتشرينج عزة 249. فيتشرينج السودان. دولة السودان كلها. عزة هذا لقب السودان على فكرة اللي ما يعرف. أظن اللي قاعد يتفرج رياكشنات السين السوداني في قناتي الكلمة هذه انذكرت كثير، فحتى انت مو سوداني راح تعرف اذا قال عزة معناته السودان. سو فيتشرينج عزة، اوكي عزة 249 اسم تراك. شليل part of Sudan folklore. اوكي 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 اوكي. لعبة 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 تقليدية او تراثية، عرفت. ود المزاد سبيشال ثانكس تو ود المزاد، اديت باي مو عبدو، بروديوس باي مشاكل بيتس، بروديوس باي عمر ابو زيد، برودكشن باي عمر عمر موطي كمان بارت من السبيشال ثانكس، وكمان ابو زيد. الزول ده متمكن شديد، الواحد لما يتمنى ما يوقف كلام. بس بس هذا المطلوب، هذا المطلوب. عواب ذا رابر وجوده مهم صح في السين، وجوده مهم في السين. حتى كمان تحس كذا كونشز على ريل بارز ستريت بارز والجو هذا، عرفت. ثري تو وان، كل واحد دبر سماعته، ما عنده سماعه بوز يروح دبر سماعته، او بوز تروح دبر سماعته. سيت باك ريلاكس. اواب فيتشرينج عزة 249 شليل. في مصر صح؟ شفناه في راب شارع، شفنا الفيديو حق راب ايوه شفنا الفيديو حق راب شارع في قناة بلاك بي. انا منتظر بارت 2 صراحه، لانه متاكد بيكون افضل، يعني حتى الترتيب اتمنى يكون افضل. ادلبس اقل اذا شفت الرياكشن راح تفهم عن ايش قاعد اتكلم. بس انا منتظر بارت 2 صراحه. بيكون في اواب وبيكون في ود المزاد، وان شاء الله يكون في هايبر وفيتو والشباب كلهم. نهاية قصة في زمن نهايته لسه، شيطان في شكل بشر عندهم الفتنة باللستة، العقول بقت مجنونة، القلوب بقت مسجونة، بتشوف أجنحة ملائكة بعد ذاك بتشوف قرونة، الطيبة في البداية الاستغلال في النهاية. نهاية قصة في زمن نهايته لسه، شيطان في شكل بشر عندهم الفتنة باللستة، العقول بقت مجنونة، القلوب بقت مسجونة، بتشوف أجنحة ملائكة بعد ذاك بتشوف قرونة، الطيبة في البداية الاستغلال في النهاية، بيقتلوك أخوانك ثبت عنوان الرواية، وشوش كتيرة أول وش بشيل الأوسكار، البطل زمان باتمان لما كبرنا فهمنا الجوكر، لما انتصغر هم أكبر فاكس في الحياة، أكبر فاكت في الحياة. أي في النهاية بيقتلوك أخوانك ثبت عنوان الرواية، وشوش كتيرة أول وش بشيل الأوسكار، البطل زمان باتمان لما كبرنا فهمنا الجوكر، لما تصغر هم بيكبروا، لما تكبر هم بيصغروا، بشر بقت مواسم مع الزمن بيقوا بتغير. لما تصغر هم بيكبر، لما تكبر هم بيصغروا. You know what I mean? If you know you know. والوش بشيل الأوسكار، البطل زمان باتمان لما كبرنا فهمنا الجوكر، لما تصغر هم بيكبروا، لما تكبر هم بيصغروا، بشر بقت مواسم مع الزمن بيقوا بتغيروا، القريب بقى الغريب، نرجع تاني زي زمان. وين السما قريب، بكرة بتنجح الكلاب بكرة بتنبح، دنيا قمار راهم بالبشر بتربح، أعمل وضع حيكونوا أول من سمعوا،
اعمل قروش حيكونوا اول من طمعوا الايام الجاية تكنيعوا حيكونوا اول من قنعوا تدخل ابتكر لكن الرجال بتصنعوا والقصة ما رجال بس القصة فيها بنات الرايل بحب اتنين يا بنات يا مخدرات الشيطان ببيع اتنين يا بنات يا مخدرات هنا بنبيع حرام خشوا المزاد والبت دايرة جنة لكن بتعبد خطيئة 20,000 عند القاضي وهي البريئة البدعمل في الشارع من بدعمل في البيت قدام ابوها عفيفة قدام الشباب جريئة والتيم مقفل الحمد لله كارتيل تو ماتش هو زي شارع المطار بالليل كلمات كثيرة كسرت القلم قبل ارواحكم ضايع رح نلعب شليلة سو هذا الكونشز رابر حق السودان اوكي اواب ذا رابر اوكي هادف عرفت بارز يعني ما في الجو حق سولجا حق حليم يو نو في الحمد لله كارتيل تو ماتش هو زي شارع المطار بالليل كلمات كثيرة كسرت القلم قبل ارواحكم ضايع رح نلعب شليلة اقولكم ضايع رح نلعب شليلة ارواحكم ضايع رح نلعب شليلة اقولكم ضايع رح نلعب شليلة هذه اللعبة لعبة الشلال عرفت أظن إذا حط هذه في رأس واحد منهم يلحق يزور أظن اللعبة هذه موجودة في كل بلد بس أسامي مختلفة هذه لعبة الشلال وهذه هي شلال عزة 249 عايد Let's go نلعب شلال تنجح يا خالك علمي علمك بس بقدر اديك نصيحة في الكواليس اكتب فيلمك حلم الجعان عيشة حلم الشبعان الجوع حلم المقبوط تصعلك حلم الصعلوق خشوع عشان تحقق حلمك اول احلم حلم الجعان عيش حلم الشبعان الجوع حلم المقبوط يتصعلق وحلم الصعلوق خشوع صح؟ صعلك حلم الصعلوق خشوع عشان تحقق حلمك اول احلم بالكابوس داير تمسك دربك صح عيش الدنيا بالمعكوس والناس دي كلها فيك لو اشتغلت بكلامهم زي الكلبشات في رجليك طلع حاجة تبقى ملك والجواري تبوس يديك وحتات تانية اول ما يعملوا كده قوش خديك الدنيا فانية سامع يا زعم وانا ما شريف هاي دايما بغلط لكن البقع بقيف العقل ضاعر الكلام عفيف المهنة شاعر في كل الفصول خريف العقل داعر العقل ضاعر الكلام عفيف المهنة شاعر في كل في كل الفصول خريف الفصول خريف 12 بداية عديهم بالدستة في كل مرة بقول دي هي أصحابي بقولوا لي دقستة الصح مسمم بس بالغلط اتنفسته الصح حرية بس في الغلط اتحبسته وما تقول يا صاحبي بتكلم بي عشان حبيبته ده ما صاحبي بيجيب معايا عشان مصلحته ده ما صاحبي يا صاحبي هل كنت شايف نفسك بأن قارنت أسي قول آمنت أسي أسأل نفسك الناس دي بتقول آمنت ليه هل كنت الجنيه وانت الدولار كنت الحكم وانت كنت الفار ولا كنت المونديال ما أسي بنربي أجيال ما أسي بيحصل احتلال في جميع أنحاء السين الناس دي بتحلف يمين إنه الأسد في العرين قام شوف لك كلام الناس دي بتاكل الحمامة هنا تبا للسلامة هنا تبا للسلامة ارواحكم ضايع رح نلعب شليلة اقولكم ضايع رح نلعب شليلة ارواحكم ضايع رح نلعب شليلة اقولكم ضايع رح نلعب شليلة انا السكان في رحال بلعب شليلة انا السكان في رحال بلعب شليلة يا اخي حرية التعبير دي احلى حاجة واخد بالك يا ابراهيم اواب ذا رابر هارد هيز هارد هي از هارد واجين وجودهم مهم في السين
وجوده مهم للدين. يا امين وجوده مهم للدين.